رسالتها من 3 صفحات، وفي هذه الصفحات تشكو حالها مع زوجها، تقول إن العشرة دامت بينهما في أحسن حال لمدة 6 أشهر فقط، ثم تغير حال الرجل رأسا على عقب وأصبح لا يبالي بها، وتصفه بأوصاف معينة. ثم في نهاية رسالتها تقول إنه ذهب بعفشها إلى بيت أهلها دون أن يسمعها أي شيء عن الطلاق. ما هو رأي الشيخ جزاكم الله خيرا؟ مشاكل الزوجية هي مشاكل تقع كثيرا، لكن على هذه المرأة أن تنتظر، تبقى عند أهلها وتنتظر ماذا ينتهي أمره إليه. فإن استطال عليها الوقت فإن وليها يسأل هذا الزوج عن الوضع وماذا ينتهي إليه.